السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعي قناة تيك كولد أندرويد. اليوم أتيت لكم بمجموعة من التطبيقات الخرافية صراحة لا يمكنكم الاستغناء عنها، فقط شاهدوا هذا الفيديو إلى آخر ثانية. قبل أخذ التفاصيل أتمنى منكم ضغط زر الإعجاب وتابع مشاركة فيديوهات قناتنا، ولا تنسوا زيارة موقعنا على الويب. أول تطبيقات لهذا اليوم هو تطبيق كليب كلابس الشهير، هناك ثغرة في هذا التطبيق سأريها لكم اليوم عبر تطبيق آخر. يمكنكم من خلال هذا التطبيق مشاهدة بعض الفيديوهات والاستفادة من أرباح تتحصلون عليها على الباي بال. فقط تجمعون نقاط من خلال هذا التطبيق وتحولونها إلى رصيد في الباي بال. هناك أيضا بطاقات يمنحها لكم هذا التطبيق، بطاقات الأمازون وبطاقات الجوجل بلاي. ثغرتنا لهذا اليوم طريقة تسجيل لا أتطرق إليها، فهي معروفة جدا. سأترك لكم رابط الكود لكي تتحصلون على $1. أنا قد قمت بتسجيل من صديق أجنبي وقد تحصلت على $1. يمكنكم أيضا تسجيل إذا أردتم من خلال الكود الخاص بي. سأريكم في هذا الفيديو كيفية الحصول على ضغطات ونقاط إضافية دون فعل أي شيء عبر ثغرة جديدة اكتشفت حديثا سأريها لكم. ما عليكم فقط بتحميل أيضا التطبيق الثاني، وهو التطبيق الثاني سأقوم بتفعيله. هذا هو تطبيق أوتو كليكر، هو تطبيق يقوم بالضغط بدلا منكم. تضغطون على اكتيف تظهر معكم ايقونتي هكذا، وسنعود الى تطبيقنا. لاحظوا التطبيق يقوم بالضغط بدلا منا. كما ترون عندما ينتهي الفيديو سيعاود التطبيق التشغيل نفسه في الريبلاي هكذا، تضغطون على بلاي وسيقوم التطبيق بإعادة تشغيله دون مشاهدة الفيديوهات الأخرى. كما تلاحظون هناك عدد أسفل هذا الفيديو يحسب لمدة المشاهدة، وعندما تصلون إلى آخر هذا المسار تجدون هناك صندوق يحتوي على نقاط أو بطاقات أمازون أو جوجل بلاي. صراحة هذا التطبيق صادق 100%، يمكنكم الاعتماد عليه في الحصول على أرباح ودفعات في الباي بال. هو تطبيق مشاهدة الفيديوهات فقط، كل مرة تظهر معكم لاحظوا الفيديو يعاود التشغيل ويقوم التطبيق بحساب مدة المشاهدة، ويمكنكم تحويلها إلى رصيد أي نقاط في هذا التطبيق أو تحويلها إلى رصيد على الباي بال عبر تحويل هذه النقاط إلى رصيد مالي. هذا هو تطبيق لاحظوا هذه النقطة، كلما ينتهي الفيديو يعاود تشغيل. فقط تضعون هذه العلامة الزرقاء في الريبلاي وتفعلون بلاي من الجهة الجانبية هنا من التطبيق، ويقوم التطبيق بالعد ومشاهدة الفيديو. لاحظوا هناك بقية مدة 5 ثواني لكي ينتهي هذا الفيديو، وسنتحصل على بطاقات أو كما ترون. نضغط الآن على الريورد، نوقف البلاي. تتركون هذا التطبيق يعمل في فترات شحن هاتفكم أو تشاهدون أو تعملون أنتم كما تحبون. تضغطون على هذا التطبيق المساعد وتجمعون النقاط دون فعل أي شيء خاصة في فترة شحن هواتفكم. نضغط على أوبن هنا ولاحظوا هذا الصندوق سيفتح معي وتظهر نقاط كما ترون. لاحظوا كما ترون لدي الآن تحصلت على بطاقة أمازون ب$10. صراحة شيء رائع وخرافي، يمكنكم الاعتماد على هذا التطبيق في تعزيز فرص ربحكم والعديد من المفاجآت. يمكنكم أيضا بيع النقاط وتحويلها إلى رصيد مالي. سأترك لكم تطبيق أسفل هذا الفيديو كي تكتشفون طريقة العمل فيه وأرباح التي يمكنكم الحصول عليها. المهم الآن نرى طريقة الحصول على الأرباح. كما ترون يمكنكم أيضا دعوة أصدقائكم عبر الماسنجر أو عبر الفيسبوك، وهنا تضغطون على ريديم يعني تحويل النقاط هنا الجهة الجانبية، وتضغطون هنا تضعون الكود الذي سأتركه لكم أسفل هذا الفيديو، تضغطون على الريديم لكي تحصلون على $1. الآن طريقة سحب الأرباح، تضغطون على هذا الدولار، هناك أرباح بداية السحب من $6 إلى غاية $50. شيء صراحة عبر هذا التطبيق المحتكر عبر الثغرة التي وضحناها لكم، يمكنكم
تسريع الأرباح دون فعل أي شيء. هذا هو تطبيق الكليب كلابس الجديد عبر ثغرته الموضحة في هذا الفيديو. التطبيق الثالث هو تطبيق فايل لينكد. هذا التطبيق خرافي، تطبيق مدفوع سأخفي في كود الخاص به، لأن كما تعرفون هذه التطبيقات توفر كود خاص فقط للمشتركين في هذا التطبيق. سأترك لكم الكود الخاص به أسفل هذا الفيديو، نضغط على كونتيني. وهذا التطبيق يقدم ميزة تطبيق مدفوع، يقدم لنا ميزة الحصول على تطبيقات أخرى مدفوعة دون فعل أي شيء، تطبيقات خرافية، مشاهدة القنوات، تطبيقات العمل في الإنترنت. هناك عدة تطبيقات يمكنكم الحصول عليها بالمجان عبر هذا التطبيق. من يريد مشاهدة القنوات، هناك تطبيقات خاصة مثلا إمبراطورية، وهناك تطبيق إكسوسيا، وهناك عدة تطبيقات يوفرها لكم هذا التطبيق. يمكنكم تحميل أي تطبيق كما تريدون دون فعل أي شيء. مثلا تضغطون هنا على هذا السهم داونلود، سيقوم التطبيق بتنزيل سينس جيمز، يعني ألعاب الفيديو. هذا هو التطبيق هذا التطبيق الثاني أو الثالث عفوا. سأذهب الآن إلى التطبيق الرابع لكي أشاركه معكم. التطبيق الرابع هو تطبيق المباشر، وتطبيق مشاهدة القنوات عبر مجموعة من الأقسام. سأشارك معكم بعض القنوات لكي ترون مصداقية هذا التطبيق. مثلا نضغط على سبور، نشاهد مثلا هذه القناة كانال دي المعروفة التركية، سنرى هل تشتغل معي. كما تلاحظون قناة كانال دي شغالة بثبات بدون أي مشاكل عبر هذا التطبيق. تعرفون حقوق يجب أن أخذ هذه القنوات لكي لا أتعرض إلى عقوبة الحقوق ويخفى الفيديو. فقط ننتظر هذا الفاصل الإشهاري. كما تعرفون هناك بعض التطبيقات تقدم لنا هذه الفواصل الإشهارية دون أي مشكلة. كما تلاحظون هي قناة الكأس القطرية. هناك عديد من القنوات يمكنكم مشاهدتها عبر هذا التطبيق. هذا هو التطبيق الثاني. هناك عدة أقسام، هناك بعض التطبيقات المدفوعة يوفرها لنا مجموعة أفلام ومسلسلات ضمن حقيبة رائعة. التطبيق الرابع أصدقائي هو تطبيق إيرون مان أي بي تي في. هذا تطبيق مشاهدة أيضا قنوات البث. سأريكم التطبيق كيفية العمل فيه. نضغط على accepting، نضغط على nothing. لاحظوا هناك مجموعة قنوات، قنوات بيان سبور معروفة. سأقوم بتشغيل القناة بفترة وجيزة لكي تعرفون هل هذا يعمل بدون أي مشاكل أو لا. لاحظوا هذا التطبيق، هذه قناة البيان سبور تعمل بدون أي مشكل. ننتظر فقط قليلا هكذا. قناة تعمل مشكل في الشبكة على ما أعتقد. تعرفون هذه الأيام هناك مشاكل، فقط مشاكل في الشبكة. هناك هاتف حدث بلوك للهاتف. هناك مشكل في الهاتف. لاحظ القناة تعمل، قد قمت بإعادة تشغيلها. هناك بلوك على الهاتف على ما أعتقد، هناك مشكل لفيروسات. عموما هذا هو تطبيق قنوات البيان تشتغل. سأغير قناة لكي ترون مصداقية هذا التطبيق. لاحظوا القنوات تعمل بدون أي مشاكل ضمن هذا التطبيق. شيء ما التطبيق الرابع هو تطبيق إيرون مان، وتطبيق مشاهدة القنوات عبر خاصية الاي بي تي في. سأشاركها معكم او سأشارك معكم هذا التطبيق الشغال بدون اي مشاكل. ننتظر فقط لدخول، نضغط على nothing في الاعلى هنا. وسأقوم مثلا بالدخول الى قنوات البيان سبور. مثلا نضغط على هذه الجودة، سترون هذه القناة تعمل بدون أي مشاكل. كما تلاحظون القنوات البيان تعمل بدون أي مشاكل ضمن هذا التطبيق. هناك العديد من القنوات الرائعة يمكنكم الاعتماد عليها، مثلا قناة وسان الباقة المعروفة وباقة الأفلام. نضغط هنا، مثلا سأختار مثلا باقة قناة وسان أوكشن. كما تعرفون باقة
قنوات الأفلام القوية جدا هي قناة أوغاسان أكشن. لا أترك هذه القنوات شغالة لمدة طويلة، تعرفون حقوق الملكية. هناك عدة أقسام ضمن هذا التطبيق، لمن يبحث عن أقودات الإكستريم يجدها ضمن هذا القسم أيضا. وهناك أيضا قنوات متنوعة عربية يمكنكم الاستفادة منها. تطبيق الخامس أصدقائي هو تطبيق فيفا. تطبيق فيفا هو تطبيق مشاهدة القنوات والأفلام. هناك حقيبة كبيرة جدا تحتوي على الآلاف من الأفلام. اضغط هنا مثلا تي في شو، يعني القنوات أو الأفلام التي حاجت على مشاهدة كبيرة. اضغط مثلا على هذا الفيلم لكي نرى هل التطبيق يعمل بدون. اضغط على بلاي ترى أن هل هذا الفيلم يعمل بدون أي مشاكل. فيلم The Whale King Died، ننتظر قليلا. لاحظوا التطبيق يبحث عن صيغة البت، صيغة جودة عالية متوسطة منخفضة. مثلا سأضغط على صيغة منخفضة لكي لا يطول الفيديو. لاحظوا نضغط على بلاي، ننتظر قليلا فقط. لاحظوا سيعمل معنا هذا الفيلم بدون أي مشاكل. صراحة هذا التطبيق يضم حقيبة أفلام كبيرة وكبيرة جدا، يمكنكم مشاهدة أي فيلم تريدونه بدون أي مشاكل. لاحظوا الفيلم يعمل بدون أي مشاكل. لاحظوا هذا التطبيق صراحة رائع، يمكنكم التمتع مع أقوى أفلام ومسلسلات عالمية. هذا فيما يخص تطبيق فيفا. سأقوم الآن بغلق هذين التطبيقين ونتحول الآن إلى التطبيق الخامس. التطبيق الخامس هو تطبيق الريتريكا، هو تطبيق التعديل على الصور. هو تطبيق رائع خرافي، يمكنكم العمل من خلاله والقيام بتعديلات على صوركم. شيء مذهل أصدقائي، يمكنكم تميل أي صورة. لاحظوا هذه مثلا، هذه الصورة لدي يمكنكم إدخال تعديلات عليها عبر هذا التطبيق، تطبيق ريكا. هناك لاحظوا هذه التيمات، هناك العديد من المميزات تضمها خلفيات رائعة ضمن هذا التطبيق، يمكنكم اكتشافه. وأيضا التقاط صور بجودات عالية عبر تطبيق ريتيكا، هذا تطبيق ريتيكا المعروف. الآن نتحول إلى التطبيق الموالي، تطبيق جولد ميديا. هو تطبيق الموقع هنا، يمكنكم الدخول إليه ومشاهدة أقسام هذا التطبيق. تطبيق تيك جولد أو قسم تيك جولد هو تطبيق لموقعنا على الويب. لاحظوا تفعيل الباي بال عبر بطاقات الباي سيارة. هناك عدة أقسام يوفرها هذا التطبيق. تضغطون على Always أو هذه الأيقونة الجانبية لتحصلون على إشعارات موقعنا. الفي بي إن مدفوع، كل هذه الأشياء أو المواضيع الحديثة يمكنكم اكتشافها ضمن تطبيق جولد ميديا. هناك قنوات عديدة، قنوات البي شغالة بدون أي مشاكل. سأختار مثلا قناة إحدى القنوات لكي أرى هل هي تشتغل معي. هذه القناة ضغطت مرتين، أعتذر. انظر هذه القناة بي ان سبورت 8، قناة بي ان سبورت 9. هناك عدة قنوات يضمها هذا التطبيق، قنوات البث بجودة منخفضة الذين يملكون انترنت سيء. لاحظوا قنوات شغالة بدون أي مشاكل ضمن تطبيق جولد ميديا الذي نوفره لكم. سي سي كامات واي بي تي في مدفوعة لمدة طويلة. هناك قسم آخر، قسم ستريم أو قسم البث عبر الأونلاين. كما تلاحظون هناك بعض القنوات البيان تشتغل عبر الأونلاين ضمن قسم جولد ميديا. هو تطبيق رائع، يوفر العديد من القنوات العالمية بجودات مختلفة. لاحظوا قناة بيان سبور الثالثة. هناك أيضا قسم الأفلام والمسلسلات. صراحة هذا التطبيق رائع أيضا، يمكنكم الاعتماد عليه ومشاهدة عدة قنوات عالمية لمن يريد مشاهدة قنوات الفرنسية. القناة بي ان سبور الأولى مثلا نقوم بتشغيلها، لاحظوا تشتغل بدون أي مشاكل. لاحظوا قناة بي ان فرنسية شغالة بدون أي مشاكل عبر هذا التطبيق، صراحة شيء رائع. فقط هناك مشكل في الشبكة لدي، هناك ضعف وانخفاض في الشبكة. كما تعرفون اتصالات الجزائر تسبب لنا جلطات دماغية، تعرفون هذه
هناك ضعف في الشبكة. لاحظوا قنوات البيان الثالثة بيان سبور، يمكنكم مشاهدة أي قناة تريدونها ضمن هذا التطبيق. تطبيق رائع، يوفر أيضا قنوات عربية كما تلاحظون. لاحظوا قنوات عربية متنوعة يمكنكم مشاهدتها دون أي مشاكل. قنوات مثلا قنوات مثل هذه القنوات يمكنكم مشاهدتها بدون أي مشاكل. هذا فيما يخص قنوات متنوعة عربية. هناك أقسام عديدة، إذا لم تشتغل معكم قناة لسبب ضعف الإنترنت أو مشكل في السيرفر، هناك قنوات أخرى ضمن أقسام يمكنكم الاعتماد عليها. مثلا نضغط إلى هنا في قسم مثلا البست سبور، لاحظوا هناك عدة أقسام توفر قنوات البيان والقنوات المتنوعة والقنوات لا يوجد أي مشكل. إذا لم تشتغل معكم في قناة في قسم، عليكم فقط بالبحث عن قسم آخر و ستشتغل معكم القنوات. لاحظوا هذا قسم توب يضم كل القنوات العالمية، كل القنوات التي تريدون مشاهدتها ضمن هذا القسم. صراحة هذا التطبيق رائع، وفرناه لكم لمشاهدة أي قناة تريدونها من خلال فقط بعض الضغطات. لاحظوا قناة مثلا قناة العربية ستعمل معكم دون أي مشاكل. صراحة هذا التطبيق رائع ورائع يا أصدقائي. صراحة هذا التطبيق يضم لاحظ قناة العربية. صراحة هذا التطبيق رائع، يمكنكم الاعتماد عليه لمشاهدة أي قناة تريدونها، العديد من القنوات والباقات العالمية ضمن هذا التطبيق. هذه تطبيقاتنا لهذا اليوم. على ما أعتقد قد قمت بشرحها كلها. عليكم فقط بتحميلها وتنصيبها على هواتفكم، سأترك لكم روابطها أسفل هذا الفيديو. أيضا لكم طريقة تحميل، الذين لا يعرفون كيفية تحميل هذه التطبيقات، مثلا سأضغط على هذا التطبيق. لاحظوا نضغط على الرابط، سننتظر بعض الثواني، 7 6 5 ثواني إلى نهاية العد التنازلي. يظهر معنا إطار بالأزرق هكذا، نضغط عليه وننزل الأسفل، تظهر معنا بليز ويت جو تو داونلود، لك يعني ذهب إلى الرابط. لاحظوا نقوم بالنزول قليلا، نضغط على هذا الإطار، نضغط على هذا الإطار، نضغط على هذا الإطار كما ترون هكذا، ونقوم بإدخال الصورة المتماثلة هكذا بشكل سهل جدا. نضغط على كليك هير تو كونتيني، ننتظر فقط عد تنازلي 15 ثانية، ونضغط بعدها على كليك لينك، ويقوم التطبيق بالنزول إلى هاتفنا. ليس بشكل صعب أصدقائي، فقط تابعوا هذه الطريقة، ستتحصلون على جميع التطبيقات المدفوعة والحصرية ضمن قناتنا. نضغط ننتظر نهاية العد التنازلي، نضغط هنا على جيتينج لينك، تظهر بالأخضر، نضغط هنا عليها وسينزل معنا. أترك لكم روابطها أسفل هذا الفيديو. أيضا الكود لمن يريد العمل على تطبيق كليب كلابس عبر ثغرته الجديدة والحصول على أرباح وسحبها عبر الباي بال عند الوصول إلى $6 أو 10 دولار، أو تحويل بطاقات أكواد الأمازون وجوجل بلاي ستور، والحصول على تطبيقات أخرى مدفوعة شرائها عبر الكودات الخاصة التي يمنحها لنا كليب كلابس. هذا هو شرحنا لهذا اليوم، نتمنى أننا وفقنا. مزيد من الشروحات في قادم الأيام. إلى اللقاء.